خليل. نحن عملنا هالمعرض مدرسة أنور مية، وبالنسبة للاستفادات كتير استفدنا، خاصة بقسم الزراعة عملنا تعلمنا نزرع وكمان الأشغال، يعني في منا تعلمنا كتير نشتغل بإيدينا، ومواهبنا اللي كانت جواتنا طالعناها بهذا المعرض. ويعني كمان اللوحات استفدنا منها مثلا عن الاحترام، عن النظافة، عن التأخير الوقت، يعني كلنا استفدنا من هذا من هاللوحات. حبينا نقوم بنشاط المعرض نهاية الأعمال الصيفية، هو معرض نشاطات الطلابية لنهاية النشاط الصيفي أو النادي الصيفي في مدرستنا مدرسة أنور مية اللي تدعمها منظمة ديبو الإنيت، مشكورة. مع هذا المعرض حاولنا نجسد فيه كل المهارات والنشاطات اللي تعلموها الطلاب خلال النادي الصيفي، يمثلوها بلوحات ومجسمات وأعمال يدوية ويقوموا بعرضها، يحطوها بطريقة تكون قابلة للعرض. الهدف من عرضه هو انه نوصل فكره تكون مميزه، تكون فيها شيء من الابداعيه للناس، تغير ممكن حتى بطريقه التفكير.